أصدر مصرف الإمارات المركزي تقرير أنماط المخاطر في القطاع المالي الذي تم إعداده من قبل اللجنة الفرعية للجهات الرقابية بهدف الاستعداد لمعالجة هذه المخاطر في الوقت المناسب. وكشف التقرير عن المخاطر التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 وتشمل غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والرشوة والفساد والاحتيال المرتبط بالأعمال الخيرية والكوارث والهجمات الإلكترونية والاحتيال الخارجي الناجم عن الجائحة ويظهر التقرير المنهجيات الفعالة التي تطبقها المنشآت المالية لتحديد تلك المخاطر ومواجهتها